في سيده اسمها جيهان بتقول ان هي اتجوزت الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله مش معترف بالكلام ده. اللي حصل بالظبط ان في خبر او في سيده بتقول ان هي اتجوزت الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله مش معترف بالكلام ده. نزلت صوره على حسابها على الفيسبوك، والصوره باين كده زي ما انتم شايفين قدامكم ان في كلام بينها وبين الشيخ عبد الله. وطبعا بعد لما نزلت الصوره دي ناس كتير بدات تتفاعل مع الموضوع وتسالها ايه اللي حصل بالظبط، والناس عاوزه تعرف التفاصيل. فهي طلعت وعملت لقاء وقالت كل اللي حصل، وقالت بالظبط ان هي تعرف الشيخ عبد الله من فتره، لكن الشهر اللي فات نزلت مصر علشان تقابل الشيخ عبد الله. وهي الست دي عراقيه، فهي نزلت مصر علشان تقابل الشيخ عبد الله. الكلام ده الشهر اللي فات يوم تقريبا 7 اغسطس. وقالت ان هي قابلت الشيخ عبد الله في المطار، وراحوا شقه وقعدوا واتكلموا واتفقوا على الجواز. ده كان كلام الست، لكن لما قالت الكلام ده بتقول ان الشيخ عبد الله بين في الكلام تماما. وبالفعل الشيخ عبد الله طلع ونفى الكلام وكتب البوست ده، وقال ان هو هياخد الاجراءات القانونيه ضد الست دي. طبعا ناس كتير بدات تصدق الست، وفي ناس كتير بدات تصدق الشيخ عبد الله، لان الموضوع مش واضح بجد. في ناس بتقول لا، ان الست معاها مستندات ومعاها كلام يثبت ان الشيخ عبد الله في ما بينها وما بينه علاقه، وكمان ان هي فعلا نزلت مصر في الميعاد ده في الشهر اللي فات، قعدت تقريبا اكتر من 10 ايام في مصر. في ناس بتاكد الكلام ده، فالموضوع لحد دلوقتي لسه مش مفهوم قوي. لكن الحقيقه ان الموضوع منتشر جدا، وناس كتير بتبحث عن الموضوع عاوزه تعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهل فعلا الشيخ عبد الله على علاقه بالست دي ولا لا. لكن من ناحيه الشيخ عبد الله فهو نفى الموضوع تماما، وقال ان مفيش بينه وبين الست دي اي علاقه، وبالعكس كمان هياخد اجراءات قانونيه ضدها. والكلام ده نزله على حسابه على الفيسبوك امبارح تقريبا، وبيأكد 1000000% ان هو ملوش علاقة بالست دي تماما. انتم ايه رأيكم في الموضوع بالظبط؟ شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.